هذه وجهة نظر أتوقع أنها حقيقية، والأحداث اللي قاعدة تصير تثبت أن عبد الله بالفعل يحاول أن يخرج أسوأ ما في زملائه. رسالة للمتسابقين الكرام اللي يتابعوني الآن واللي نايمين منهم، نقول لهم الصورة، إحنا ترى نتابع البرامج هذه عشان نستمتع مش عشان ترفعون ضغطنا. لا نبحث عن مشاكل، لا نبحث عن حزازيات، هي طبيعة موجودة وفي أي مكان موجودة، في بيتي ومع أصدقائي. اليوم أنا وفهد تهاوشنا، تأخر عليك كالعادة ساعة، يقول بجيك خلال 20، يجيني بعد ساعة ونص، طبيعي جدا تهاوشنا وياه. لكن لا يكون هذا ديدنكم. لو علاقتي مع فهد كل يوم هي مشاكل، الله يقطعها من علاقة يا أخي. العلاقة العلاقة أو أنا كمشاهد كل يوم بقعد أشوف مشاكل مشاكل مشاكل، هذا البرنامج بيد بالتبدي، بروح أدور شيء ثاني أستمتع فيه. الناس تتابعكم أكيد عشان واقعيتكم، بس مش عشان مشاكلكم. أوكي المشاكل تجيب مشاهدات، لكن مش ديدن. لا تفرقكم، الصور الجماعية لكم حلوة، الاحتفالات الجماعية لكم حلوة، الأخوة اللي بينكم حلوة. أنتم تجمعكم الآن غرفة نوم واحدة، أكل واحد، زاد واحد، فلا تخربونها بأنكم قاعدين تصدرون المشاكل أكثر منكم تصدرون المتعة. أنا بحاجة جلسات أستمتع فيها، فيها ضحك وناس وخفة روح، جلسات فيها شعر أمسيات، جلسات فيها حكم، فيها قصص، هذا الإرث اللي بيبقى لكم. لكن جلسات فيها تمثيل تصنع، لا يعتقد الواحد أنه بيجي يجلس في جلسة وأنه فلان والنقد وأنه بنجيبكم. إحنا لسنا تافهين لهذه الدرجة، عشان أنا أعرف الغث من السمين، أعرف المحور اللي أجيبه الحقيقي من التمثيل، أعرف من اللي يبغى يدخل عندنا في النقد من أجل أن ننتقده وهو مجرد تكلم علينا. إحنا أكبر من هذا الأمر، حتى المشاهد ترى مل منكم، نبغى عفويتكم، سوالفكم، جلساتكم الحلوة، ضحكاتكم. والله أني أحب الجلسات اللي فيها فلاح، وأحب الجلسات اللي فيها فيصل الدبالين، وأحب الجلسات اللي فيها محمد الودعاني لأنها حقيقية مش مصطنعة، وأكره كثير من الجلسات اللي فيها بعض الجروبات اللي كلها تصنع وتمثيل. أعطوني الشباب في السجن، الله يرحم والديك، توك تجي أنت عندك تابع تبع تبع. طيب الشباب في السجن،